زي ما انتوا شايفين رحلة شاقة ومحفوفة بالمخاطر عشان تعدي أي شارع أو أي طريق، خصوصا مع عدم وجود كباري أو أنفاق لعبور المشاة، وده بيتسبب في كتير من الحوادث. انا طالعه من الشغل مره وراحت عربيه راحت رزعاني، من ساعتها ما بمشيش برجلي، فلازم كل منطقه لازم يتعمل لها مطب. الزحمه اللي هنا دي بسبب الناس اللي بتعدي على رجليها، بيعملوا قفله في الشارع، العربيات بتقف، بيبقى في تكدس عربيات وحاجات زي كده. في عربيات جايه بسرعه كبيره الصبح وانا رايحه المدرسه وكده، بيبقى في عربيات جايه ممكن يحصل حوادث وكده. ده طريق سريع والعربيات كلها ماشيه بسرعه، فان في صعوبه ان انت تعدي، المفروض يعملوا كباري وانفاق للناس اللي تعدي. لما انا اعدي العبور من الاماكن التعديه اللي بقى في خط خطوط بيضاء، انا التزم بالخط الابيض واقف، وهو يجي السواق مع قبل الخط الابيض الناس واقفه بيهدي، بيروح الناس معديه. ورغم وجود عدد قليل من الكباري والانفاق للمشاه في بعض الشوارع، الا انها غير مستغله نتيجه استسهال كتير من الناس عبور الطريق نفسه، او ان الانفاق مقفوله ومش شغاله زي اللي في شارع الهرم. النفع ده بقاله مثلا من ايام الثوره بيتفتح ساعه ساعتين وبيتقفل، في ايام المدارس بنبقى محتاجين النفق ده، ليه اربع بيبان بنبقى محتاجين ان هو يشتغل، يعني محور اساسي في المكان. هو المفروض ما نعديش الطريق لان الحكومه عملت لنا نفق دلوقتي، لو ده مفتوح يكون افضل لينا احنا من مرور الشارع. لما كان مفتوح النفق كان لازم يكون في حراس امن جوه النفق، ان بيحصل تحرشات بالبنات وبيحصل حاجات غلط ان هي تحصل يعني في مجتمعنا المصري ده. هو المفروض في انفاق في شارع الهرم، المفروض ان الحكومه توفر ان احنا نفتحها وكده ويهتموا بيها شويه، لان هي لما كانت مفتوحه كان بيبقى فيه زباله وناس مش كويسه واقفه تحت. الساحه المفروض ان هم يوفروا لنا ويوقفوا فيها حد من الامن مثلا ينضفوها شويه عشان نعرف نعدي من الشارع بدل ما نعدي والعربيات تخبطنا. معاناه وخطر بيواجه كتير من الناس يوميا، والكل في انتظار حل سريع ويكون وسيله حضاريه لعبور امن للطرق والشوارع والميادين العامه. هشام الرباط، هنا العاصمه.